السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. ألترا عراق على طريقة أيلول مؤشر قد يضطر الحكومة لدفع الرواتب دون تمرير قانون الاقتراض. المدى موظفون يقطعون سريع محمد القاسم احتجاجا على تأخر الرواتب. وفي الزمان البصريون يحذرون من الالتفاف السياسي واستمرار العنف تجاه المطالبين بحقوقهم. في القدس العربي ترامب يرفض الإقرار بخسارته، ومساعدوه يشيرون إلى أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة قريبا. في العرب اللندنية الغموض يلف مصير مشروع ميناء الفاو في العراق. العربي الجديد قالت استغلال سياسي للجرائم في العراق، محاولات لحشد الشارع طائفيا. وفي الشرق الأوسط ترامب عن فوز بايدن، الانتخابات لم تحسم وسأطعن في النتيجة. سلطة العراق التشريعية في الميزان، مقال للكاتب جاسم الشمري نشره موقع عربي 21، وجاء فيه: اكتشفنا أن القوانين كانت تمرر بلا أغلبية وبلا نصاب، وأن أغلب القوانين تمرر بصفقات سياسية وفق مقاسات الأحزاب، إذ مرر بعضها ب12 صوتا فقط. ما هو الحكم القانوني لما أقر من تشريعات في هذه الدورة البرلمانية أو حتى الدورات السابقة؟ هل بقاء حالة الشلل القانوني في المحكمة الاتحادية المسؤولة عن الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور هو أمر مقصود ومتعمد؟ لماذا لم يقرر المجلس القرارات الأصلية التي ترفع الظلم والحيف عن المواطنين؟ ومنها قرار العفو العام عن المعتقلين، وغالبيتهم من الأبرياء وضحايا المخبر السري والمادة 4 إرهاب. المجلس ليس ميداناً للبورصات السياسية والحزبية والشخصية، وليس فرصة لاستغلال النفوذ السياسي لتحصيل أكبر قدر ممكن من المنافع على حساب الوطن والجماهير. المنصب البرلماني يعني أن النائب الواحد يحمل أمانة 100,000 مواطن ولا يمثل موقفه الشخصي، وهؤلاء 100,000 وضعوا ثقتهم في ضميره وشرفه. فحينما يتناسى غالبية البرلمانيين هذه الحقيقة، نكون أمام لحظة انهيار المنظومة الرقابية والتشريعية الأهم في البلاد. مجلس النواب جزء من المشكلة المركبة في العراق، لأنه لم يقم بدوره الرقابي على الحكومة وأذرعها العسكرية والأمنية. ومن هنا تأتي خطورة وربما مصداقية ما نسمعه من استمرار الصفقات السياسية في أروقة المجلس. يضيف الكاتب جاسم الشمري: أيها البرلمانيون، تذكروا أن مسؤوليتكم مضاعفة، وأن الناس الذين وضعوا ثقتهم بكم وغالبيتكم لم يحفظوا هذه الثقة لن يستمروا بالسكوت على الواقع الحالي المزري في عموم الدولة العراقية. كان قرار تدمير العراق نتيجة توافق مصالح أو مصالح أطراف عديدة في العالم، ربما في مقدمتها الكيان الصهيوني، ثم كل أنظمة الطغاة في المنطقة، وكان منهم من خطط وحسب حصاد قرار التدمير هذا، وكان آخرون لم ينظروا إلى أبعد من أبواب مكاتبهم، وكانت غاية أمانيهم إسقاط حكم صدام حسين في العراق، فكان للمخططين فوائدهم الكبرى فيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وبالنسبة لقصيري النظر، بات العراق الجديد لعنة أكبر من التي كانوا يتصورونها خلال الفترة التي سبقت الاحتلال. حول المظاهرات في العراق كتب فارس الخطاب في صحيفة العربي الجديدة: لقد تحملت الولايات المتحدة بشكل مركزي واجهة المواجهة خلال غزوها واحتلالها،
ثم تصدي الشعب العراقي لقواتها بشكل أفقدها كثيرين من جنودها والمتعاملين معها. لقد أفقدها هيبتها ومكانتها كدولة عظمى لم تراعي القوانين والأعراف الدولية في كل ما قامت به. ليست المفاجأة في خروج شباب عراقي للتظاهر، لا، فقد خرجت قبلهم تظاهرات عديدة، بل كانت مفاجأة تظاهراتهم نوعية المطالب المحددة والمتعلقة بالتحرر من نظام المحاصصة الطائفية كما سموه، وإلغاء النظام السياسي القائم عليها، ومحاسبة هوامير الفساد وكل الذين تعاقبوا على حكم العراق منذ عام 2005. لذلك لم يكن رد القوات التابعة للحكومة أو الميليشيات الولائية وسواها من القوات المرتبطة بوجود هذا النظام كما كان في تظاهرات أخرى سبقتها، بل كان رداً عنيفاً دموياً قتل فيه المئات وجرح عشرات الآلاف، وتم تغييب المئات قسرياً. ولكن انتشار جائحة كورونا في العراق ترك بصماته على الشارع العراقي في العموم وفي مناطق التحشد والتظاهر في الخصوص. يضيف الكاتب: وربما لاحظ الجميع أن البعض كانوا يتهافتون على ساحات التظاهر ليس للمشاركة في التظاهرات، وإنما لالتقاط الصور التذكارية مع المتظاهرين وسائقي التوك توك، وعند معالم نقلتها كل فضائيات العالم كبناية المطعم التركي ونصب الحرية في ساحة التحرير في بغداد، ثم التباهي بها من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول الكاتب جليل وادي في مقال نشر في صحيفة الزمان: أستغرب من اندهاش البعض من الجرائم تتداولها وسائل الإعلام الاجتماعية التي تحدث أو تحت باب العنف الأسري. الإعلام أم البشاعة غاية في جرائم، وهي أب يحرق ابنه، أم ترمي طفلها في النهر، عائلة زوجة تقتل زوجها، ابن يشهر فيها وفي شرفها نتيجة أو لأغراض سياسية. كل تلك الوسائل التي يلجأ إليها الناس في الدولة العراقية، أستغرب عندما نسمع بأن أعظم وأقسى من هذه الأحداث أيضا تحدث في البلاد. فلنتابع. مع أن الجرائم ما زالت في إطار الحالات، لكني أتوقع تصاعدها إلى مستوى الظاهرة التي نفقد معها السيطرة عليها إذا ما بقي حالنا على ما هو عليه. الأسباب ليست مجهولة أو غامضة، ذلك أنها تعزى لنصف قرن لم يرى فيه العراقيون استقرارا سياسيا وأمنيا، ولم يتمتعوا فيه بحقوقهم الإنسانية، ولم يشهدوا فيه عدالة اجتماعية مدة زمنية طويلة شهدت ما شهدت من اقتتال أهلي وحروب دولية وحصار ظالم واحتلال أجنبي. كل ذلك مغلف بأنظمة سياسية هشة قائمة على العنف والقسر والانتقام والأحقاد، أنظمة لا يمكن لها أن تصنع سوى الكراهية والبغضاء. لها القدرة على التضحية بكل شيء في سبيل بقاء شخوصها في السلطة من دون أن يكبح جماحهم ضمير إنساني أو روح وطنية أو وازع ديني. وفي أزمنة الانحدار تتحول البلدان إلى غابات، قويها يأكل ضعيفها وغنيها يذل فقيرها، والأزواج يقتلون بعضهم والآباء يحرقون أولادهم. والذي لا يصدق فليقرأ تاريخ الانحدارات التي مرت بها الأمة، سيجد الكثير من أمثالها، وعند ذاك يهمس مع نفسه ما أشبه اليوم بالبارحة. فلما الاندهاش مما يشيع من جرائم غير تقليدية في مجتمعنا؟ عندما تفشل المدرسة في غرس القيم النبيلة في نفوس الأجيال، ونقف لا مبالين عندما يكون المعلم نفسه جاهلاً بها أو منتهكاً لها. يضيف الكاتب جليل الوادي: وكيف لا تنتشر الجريمة عندما يكون القائد بلا رسالة ويسرق أمام أعين الرعية وينتهك القانون من دون أن يستحي ولا يعير اهتماما لسوداوية صورته المتشكلة في أذهان الناس، وعندما يعتلي المنابر الدينية رجال غير مؤهلين ولا يمتون لقيم ديننا الإسلامي العظيم بصلة، فيبثون الكراهية بين شرائح المجتمع العراقي فتعمل سكاكينهم فيها أكثر مما تفعل سكاكين الأعداء.
في صحيفة المدى يقول الكاتب علي حسين: كعادتنا اختلفنا حول مشهد زفة عبد الكريم خلف في شارع المتنبي. البعض اعتبر الأمر إهانة للرتبة العسكرية، ولم يخبرنا أصحاب هذا الرأي. لماذا لم يحترم عبد الكريم خلف رتبته العسكرية عندما كان يسخر من شهداء انتفاضة تشرين؟ هل يستحق عبد الكريم خلف ما جرى له؟ نعم، وأبصم أن هذا أقل ما يستحقه، بشرط أن يتم التعامل مع جميع الذين أفسدوا وقتلوا ونهبوا بنفس الأسلوب. المعركة الثانية التي شهدتها صفحات الفيسبوك هي الصراع بين الحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري، فالبعض يتوهم أن حمار بايدن سيجعل العراق جنة، فيما تحسر البعض الآخر على الاستغناء عن فيل ترامب الذي كان يصول ويجول بمفرده. وفات الطرفان أن أمريكا على حد قول الأستاذ رشيد الخيون تنظر إلى مصالحها بالدرجة الأولى، إن جاء بايدن أو ذهب ترامب فمصلحة أمريكا أولا وثانيا وثالثا. ومثلما كان فيل الجمهوريين هائجا طوال الوقت، فإننا سنعيش مع حمار الديمقراطيين الذي يتفنن في الركل. وسط هذه المعارك المصيرية غاب عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر نشر قبل يومين جاء فيه أن محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ ردت دعوى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله ضد طليقته بشأن إثبات بنوة الطفلة يارا. ربما يقول البعض: يا رجل، ما لنا وقضية شخصية بين زوج وزوجته؟ لا يا سادة، القضية ليست شخصية، والفريق يار الله يتولى منصبا كبيرا في الدولة العراقية يحتم عليه أن يتعامل بصدق وشفافية. فطوال الأشهر الماضية كان الفريق يار الله مصرا على أن الطفلة المسكينة ليست ابنته. يخبرنا كاتب سيرة هوشي أن الزعيم الفيتنامي كان ينصح وزير دفاعه الجنرال جياب الذي لقن القوات الفرنسية أقصى دروس الهزيمة أن تحرير البلاد ليس منة يتحملها الشعب، إنه واجب علينا أن نقدمه بلا خطب. في منطقتنا المنكوبة المنقسمة على ذاتها لا تفوت نخبها وشعوبها فرصة الانقسام على صراع في أقصى الأرض لتكون بايدينية وترامبية في لعبة ديمقراطية تفتقدها هي في بلدانها، في تجل لحالة الضياع وعدم الاستقرار وغياب الرؤية الاستراتيجية للدولة لصالح رؤية عشائرية طائفية بمعنى الجماعة لا تختلف كثيرا عن حقائق أدنى مستوى في نظم المحاصصة كالعراق. مقال للكاتب زيا وليد في موقع ألترا عراق. في العراق المقسوم على نفسه أبد الدهر تعرضت البلاد لحصار اقتصادي مميت وهجوم شامل في عهد جمهوري، ثم أكمل الحصار ديمقراطي وزاد عليه بضربات عسكرية خاطفة، فجاء جمهوري آخر ليجهز على ما تبقى من الدولة باحتلال صارخ أنهى البنى التحتية وقتل وأعاق وشرد الملايين وسلم البلاد وثرواتها لمجموعة لصوص يحكمون أرضاً مقسمة. فكانت الحرب الطائفية في ولايته الثانية، ثم تفرج الديمقراطي الجديد على احتلال العراق من أعتى التنظيمات الإرهابية التي تركت محافظات بأسرها مدمرة بالكامل. وبعد ذلك لا زال بعض ممن لا يحترمون عقولهم عند حسن النوايا يدفعون الناس الذين فقدوا الأمل لتصديق الأوهام بوجود مخلص من بطش الإيرانيين يدعى ترامب، رغم أن نفوذ الإيرانيين وحلفائهم لم يشهد له مثيلاً كما جرى في فترة حكم ترامب، حتى أصبحت دولة العراق تدار من مدير مكتب لا علاقة له بالعراق، إضافة إلى تغلغل الجارة الشرقية في مفاصل الدولة كافة خلال فترة 2016-2020. لقد حوصرت السفارة الأمريكية في زمن ترامب من قبل حلفاء إيران، وتعرضت بواباتها للتكسير والحرق في أكثر منطقة محصنة بقلب بغداد، في مشهد أعاد الذاكرة إلى أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران عام 1979.
في بلاد هي ملعب لتصفية الحسابات، من الطبيعي أن يهتم مواطنوها بنتيجة الانتخابات الأمريكية بوصفها دولة عظمى تؤثر سياساتها على العالم بشكل عام. لكن المشكلة التي نؤشرها هي التعويل المبالغ فيه على طرف لا يهتم سوى لرأي الناخب الأمريكي المشغول بمشكلاته الاقتصادية والجائحة المتفشية في بلاده أكثر من رأي بغداد وطهران والرياض. حذرت افتتاحية صحيفة واشنطن بوست من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش في لحظة محفوفة بالمخاطر، وشددت على أنه لم يحدث في التاريخ الحديث أن يتصرف رئيس منتهي ولايته بشكل مشين مثل ما فعل ترامب. الرئيس دونالد ترامب أثار العديد من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة عن تزوير الانتخابات بدلاً من التنازل، كما يفعل أي شخص يهتم بالديمقراطية. اعترف عدد قليل من الجمهوريين بخطورة هذا النهج، وقال السيناتور ميت رامني إن الأمر مقلق للغاية، إذ لا يمكن الترويج لمزاعم مقلقة وخطيرة والقول إن الانتخابات كانت مزورة وفاسدة ومسروقة. وحاول جمهوريون، كما تضيف الصحيفة، الوقوف في المنتصف دون تكرار أكاذيب ترامب أو مناقشتها. وعلى سبيل المثال، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ماتش ماكونيل إنه يجب احتساب كل صوت قانوني، وهو بيان محايد، ولكنه يهدف إلى الإشارة إلى أن أصوات بايدن التي تم فرزها قد لا تكون شرعية. وخلصت الصحيفة إلى أنه لا يوجد أي عذر للسياسيين في تضخيم الأكاذيب بشكل ساخر مع الترويج لنظريات المؤامرة التحريضية التي لا أساس لها من الصحة. وفي النهاية، لا يوجد حل وسط بين الحقيقة وأكاذيب ترامب. وتشدد الصحيفة أنه لا يوجد حل وسط بين الحقيقة وأكاذيب ترامب لأن تصريحاته لا صحة لها بتاتا. نظمت عشرات التظاهرات في ألمانيا في إطار تحرك احتجاجي ضد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في البلاد، وتحت شعارات كثيرة من بينها حرية الفكر ولا تمس بالدستور. تقام هذه التجمعات منذ مطلع نيسان أبريل بدعوة في البداية من مجموعة متنوعة الأطراف أطلقت عليها أو على نفسها اسم المقاومة الديمقراطية. ويتسم المشاركون في هذه التظاهرات بالتنوع، وهم ناشطون متطرفون ومؤيدون لنظريات المؤامرة ولأشخاص قلقين فعلا إزاء الحد من الحريات العامة. والآن إلى أبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير لهذا اليوم. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.